محافظة المهرة أمن وأمان وراحة واطمئنان، هذه هي طبيعة الحال في كورنيش الغيضة. فلنتابع استطلاعنا وآراء الناس حول الوضع الأمني في كورنيش الغيضة ومحافظة المهرة بشكل عام. ما شاء الله من ناحية الكورنيش في ناس طيبين فيه ويتمشون ويعبرون عن شعورهم ويأخذوا راحتهم والعوائل ما شاء الله والناس والزحمة، يعني ما شاء الله من كان متزه تمام، يعني الأمور طبيعية ما شاء الله. نشكر أصحاب الأمن، أصحاب الشرطة وأمن، وأصحاب المنطقة وأصحاب المهرة يقوم بدورهم ومساعدتهم في ذلك. لا، مسؤولية جميعا، يعني آباء وأهل المنطقة والمهرة جميعا يتعاونوا مع أصحاب الأمن ويكونوا يد واحدة وبالأمن والأمان حفاظ على الكورنيش وأمن المواطنين المحافظة. والله لا شك أن دور الشباب ودور قيادة الأمن وتعاون القبائل وكل شرائح المجتمع في محافظة المهرة دور يعني ملموس، وهذا مما استثب الأمن في المحافظة عن غيرها. يعني طبعا الحمد لله محافظة المهرة تنعم بفضل المحافظ الشاب راجح بكريت بالأمن والاستقرار وبقيادة الأمن التي سيطرت على الوضع بصورة دقيقة ووقت قصير يعني، والحمد لله الوضع مستتب. وزي ما تشوفوا يعني الناس في كورنيش الغيضة يتمشون هم وعوائلهم، ولا توجد أي شيء مما يروج له الإعلام أنه حصل شيء في المهرة، كأنه لم يجد لم يحصل شيء يعني بفضل الأمن ويقظته يعني. ونشكرهم شكرا جزيلا قيادة الأمن وقيادة المحافظة بشكل عام. والله احنا في كورنيش المهرة وصراحة الجو جميل وفي ناس كثير، واليوم جمعة يعني حلو حلو ما شاء الله. كورنيش حلو وجميل والوضع آمن، ونتمنى إن شاء الله نربي يديم هذا الأوضاع الآمنة يديم كل شيء حلو فيه. والله الوضع رائع جدا، والكورنيش يعني أحلى مكان في المهرة، والوضع الحمد لله آمن تمام، إن شاء الله يدوم هذا الأمان إن شاء الله بإذن الله. والله الحمد لله كل شيء تمام، أمور طيبة، لكن في بعض أمور شوية أبغى تصبر يعني، لكن البلاد إن شاء الله تتحسن للأفضل ويكون في الخير إن شاء الله. والله شوف من ناحية الأمن والاستقرار في محافظة المهرة موجود طبعا، الأمن والأمان، لأنه ما في شيء إن شاء الله ولا في قوة إن شاء الله غير قوة الرحمن الراحمين تغير شيء في المهرة تمام. أما باقي المحافظات ندعي لهم إن شاء الله بإذن الله من جميع المشاكل اللي تجيهم، منورينا إن شاء الله أنت والجمهور طبعا. حياك. هذه هي آراء المواطنين حول الأمن في كورنيش الغيضة ومدينة الغيضة ومحافظة المهرة بشكل عام، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يديم عليهم الأمن والأمان. محمد سعيد كلشات لقناة سهيل الفضائية المهرة.